هذا هو شعر الميليشيا الكهنوتية والتي تخرق الهدن. هذا اليوم من صباح 27 أغسطس. الحوثي في ذكرى عاشوراء هذا العام يدق صدره بكلتا يديه، يد تدق تباكيا على الحسين واليد الأخرى على خسارته في الحديدة. فقد ألقت الميليشيات بكل حملها على خطين في الساحل الغربي. الهجوم الأول كان يأمل الحوثي منه استعادة مدينة الحديدة، والذي شمل قطاعات شارع صنعاء ومطاحن البحر الأحمر في كيلو 8 والمطار شرقي المدينة وحي منظر جنوبا. الهجوم الثاني والذي يوصف بأنه متزامن شنت من خلاله الميليشيات المدحورة هجوما على خط الجبلية والفازة. كان يأمل الحوثي أن يقطع خط الإمداد الرابط بين جنوبي الساحل الغربي وشماله متمثلا بالدرهم ومدينة الحديدة. قامت اليوم الميليشيات الحوثية بالتسلل إلى أمام المواقع، ولكن كانت قوات اللواء الثامن كانت لها بالمرصاد. عسكريون يرون أن الحوثي المنتشي بتقدمه في الشمال الشرقي باتجاه مأرب كان يأمل من هذا الهجوم الذي يوصف بأنه مبيت منذ زمن طويل إلى خلق انتصار معنوي يتزامن مع احتفاله بعاشوراء باستعادة أكثر من نصف مدينة الحديدة، والذي تقع عسكريا منطقة تحت سيطرة القوات المشتركة وتؤمنها ألوية من المقاومة الوطنية حراس الجمهورية من قطاع كيلو 16 إلى قرب ميناء الحديدة بخمسة كيلومترات وجنوب بحي منظر التابع للمدينة والمتاخم لمديرية الدريهمية. كما كان الحوثي يأمل أن يقطع أوصال الجبهة الحديدية الممتدة في امتداد السواحل الغربية. هذا الجريح يتسلل الهجوم وهو موجود وصامد أمام هؤلاء ميليشيا الكهنوتية. الكتائب الخاصة بالحوثي والمسمى الحسين وجدت نفسها أمام مأزق حرج، وتشير المصادر العسكرية لأن هذه الكتائب ولت فارة باتجاه خط زبيد مخلفة جثث قتلاها متناثرة في هذه المناطق المفتوحة والواسعة. وتغطية لهذا الفرار، ميليشيات الحوثي المتمركزة على خطوط التماس عاودت قصفها بقذائف الهاون مطاحن البحر الأحمر وكذا تبابا ومزارعا استراتيجية تأمينا للفرار. سلام يا الدا. دحرناهم وشتتناهم وراح منهم الكثير من القتلى والجرحى وجثثهم مرمية على التباب والرجال موجودة، وهذا حقهم إلا الصواريخ اللي يضربوها، وردناهم مدحورين بإذن الله سبحانه وتعالى. ما حصل الخميس في الساحل الغربي يعد أول نكث حقيقي وخرق عسكري مؤكدا وواضحا للهدنة المعلنة أمميا في ديسمبر من العام 2018، ناهيك عن الخروق اليومية التي لا تقارن بالهجمة التي دحر فيها الحوثي هذه المرة. والسياسيون يرون أن غوغائية الأمم المتحدة في التعامل مع هذه الهجمات والخروقات جعلت الهدنة تلفظ أنفاسها الأخيرة في معركة يقول واقع الأرض أن القوات المشتركة قد استعدت لها جيداً.